أصدقائي الأعزاء، أعرف الوقت متأخر وما أتوقع أحد يكون قاعد، لكن حبيت اليوم يعني باختصار أعلمكم طريقة عرض الأيقونة. يعني واحد إذا ما مشغل الكاميرا وعاوز يعرض أي صورة إله أو لجبال أو لشمس، المهم الشيء يثبت أيقونته، حبيت أعلمكم إياها بسرعة. الطريقة بتكون كالآتي: أول شيء تحمل شيء اسمه فيرتوال كاميرا، تحميل على اللابتوب. ما أعرف بالموبايل صراحة، ما أعرف. أهلا بك مستبرك، نورت حبيبي، بركة إنك بخير وشي تمام. أول شيء تحمل الفيرتوال كاميرا. أنا أقدر راح أشوفكم إياه السبيل أمين، أنا كاتبة بالوصف ووصف هذه الحلقة، كاتب الفيرتوال كاميرا. خبزة قاعدة لحد الآن. نورة حبيبتي، عجب ما نايمة. طيب ال فيرتوال كاميرا من تحمله راح ينطيك، راح اشوفكم اسوي لكم شير حتى تشوفون شنو اقصد. اوكي، اسوي لكم شير سكرين حتى تشوفون اللي أقصده. أوكي، هنا تشوفون هنا تطلع عندك الكاميرا اللي يشوفك الصورة، هاي تكون صورتي وأنا أسد الكاميرا. إذا فتحت الكاميرا راح تكون هكذا صورتي. أوكي، هذا بعد ما جهز البث، بس هذا التحضير قبل البث. يكتب لك هنا edit avatar، يعني إذا تريد تخلي كاميرا وهمية يعني أيقونة تقدر تغيرها. الآن صورتي أنا أقدر أغيرها مثلا إلى إجهر. أوكي، done، صير إجهر. أرجع أغيرها على غير شيء، مرة أخرى أرجع أغيرها، أسويها كل مرة اللوخ إنسانيون، أبا الحكم صورته يرجع مرة ثانية، وكل صورة أنت تخليها هو يحتفظ بالصورة الأخيرة، يعني يعرض لك إياها. أعتقد الآن واضح هذه الخاصية Edit Avatar ما يطلع لك إلا إذا حملت الـ Virtual Camera. أنا بالوصف كاتب الفيرتوال كاميرا شلون سبيل، أعتقد كثيرين يعرفون السبيل. راح أنهي الشير سكرين، لأن أنا تعلمته من فادي مو بس مفتي، جيني بالكمبيوتر، هو فاهم يعني شغله، فأنا تعلمت من عنده. الآن تشوفون لما أشيل الكاميرا تشوفون رأساً الأيقونة، أيقونة جسمه تظهر، أيقونة صورتي، أو أقدر أغيرها إلى أبا الحكم. بس هذا لازم، قصدي إجهر، لازم هاي بالبداية واحد يسويها أول ما يدخل يشوفه هذا اللي شوفتكم إياه قبل شوية. يعني حبيت انه شيء تعلمته انه البقيه ايضا يتعلموه، طريقه بسيطه واحد يقدر يتعلم منه يسوي الـ 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 الايقونه. شوف بعد منه دخل احمد، اهلا حبيبي. طيب اعتقد صار واضح، واذا واحد عنده اي سؤال او استفسار ممكن يكتبه بتعليق الحلقات. يعني الحلقة اللي أنا سويتها
راح ارجع تعليق جو هذا الفيديو، ايضا راح اكتب فيرتوال كاميرا حتى للتأكيد، واحد لازم يحمله قبلها حتى يقدر يظهر وجهه. اهلا بك حسين، نور حبيبي، حتى يقدر يظهر وجهه او يظهر اي شيء، اي صوره اخرى، اي ايقونه اخرى، صورته، صوره شخص، رسم، شمس، اشجار، اي شيء عجبه يعني يقدر يعرضه. لانه الان بستريم يارد تشوفون الشخص لما مخت يعني ما ظاهر الكاميرا تشوفون بس علامه، يعني ما نعرف منه هذا، يعني احنا حافظين الاشخاص من علاماتهم، لذلك حتى لما يحط صورته نعرف من علامته. يعني لذلك مثلا احمد يقدر يخلي هاي الصوره، مستر بلاك يقدر يخلي هاي الصوره السوداء، اتوني منور حبيبي، اتوني يقدر يخلي صوره حبيبته ماي خليفه، ترى تنافسك عليه ينافسك عليه مستر بلاك، دير بالك فشوف من يحصل. فخبزه يابسه حاطه صوره نبينا جورج مثلا، يعني كل واحد يقدر يخلي الصوره اللي يعجبه. اذا اكو سؤال او استفسار قبل ما أقفل البث قولوا لي، وهذا البث أيضا راح أنقله إلى إنسانيون حتى واحد أيضا من متابعين اللي بقناتي أيضا يشوفوه وممكن يستفادون. يعني هسه راح تشوفوني بداية البث الخميس عندنا حلقة مع دكتور شاهين، راح أرجع أأكد على هذا الشيء، أشوفكم كيف واحد يظهر صورته أو يغير صورته مثل ما سويتكم شير الآن وشوفتكم هذا الشيء. طيب حبايبي، إذا ما عندكم سؤال أو استفسار، وأنا متأسف الوقت متأخر، لكن حبيت أسوي هذا الفيديو القصير على مود الأشخاص يعرفون شلون يسوون الأيقونة. طيب حبايبي، أعتقد ماكو أي سؤال، أشكركم وأشوفكم يوم الخميس الأربعاء، مش عارف صراحة راح نطلع شيء ولا لا، نشوف. بس الجمعة على الأكثر عندنا أيضا حلقة مع روبي دماغك المخادع، راح نطلع أيضا حلقة. طيب حبايبي، أتمنى لكم نوما هانئا وسعيدا. I love you. تحياتي لحظة آخر فترة، وصلني شكاوي أو في ناس قالت لي إنه أنا بعاني من مشكلة، ببقى داخل على حلقة بدي أشارك مع حدا على قناة، والكاميرا بتفتح عندي لحالها وبطلع وجهي وانا بديش وجهي يطلع، فلاحظت انها بتتكرر مع اكثر من حدا من اصدقائنا، فقررت اني اسوي لكم زي شرح بسيط عشان تشوفوا شو الحل لهاي المشكلة اللي عليك تسوي كراتي، اللي عليك سوي كالتالي. لحظة، بعد شوي. طيب اللي عليك تسوي هما يلي، هاي أنا آسف وعذروني برجس تي في سوى عليكم شرح، لنفرض إنه هاي بدأ أدخل أنا بدأ أشارك وأنا بديش وجهي يطلع. حلو، أنا الكاميرا عندي معطيها أكسس للبراوزر، راح أظن يبقى عندك يا أما أسك راح يسألك ويقول لك هل تسمح، أنت بتجي على الكاميرا، الكاميرا بتقول له لا أسمح، والمايك بتخليه، بتيجي هنا إذا بكت هلو بتسويها بلوك، إذا بكت سماح بتسويها تعطيل، شو بسموه بالعربي بعرف إيش، تيجي بعدين
سوي هيك ريلود، مش عارف رح يدخلني ولا لا، نجرب. دخلني. هذه هيك مشكلة الكام باختصار، هذا الحل. أتمنى أن يبقى الشرح خفيف عليكم، وإلى اللقاء. باي باي.